اليوم تلقينا خبر مفاجئ وهو رحيل احد اهرام الغناء المغربي وكذلك الفن المغربي وخاصه في مدينه مراكش اللي هو مولاي الطاهر الاصبهاني. مولاي الطاهر يعد من المؤسسين ورواد فن المجموعات وكذلك مؤسسين مجموعه جيل جليله. مولاي الطاهر عرفناه مطربا ولكن عرفناه احنا كمراكشين باسم مولاي، كان يحب هذا اللقب ويحب هذا الاسم. مولاي كان فنانا متكامل او مكتمل حيث كان فنان يهوى المسرح ويهوى الغناء، حيث انخرط منذ 56 في فرقه طيب صديقي بحي القصبه اللي كانت يمشي لها. ومولاي طاهر كان عنده واحد الصوت كبير مهما خلاه تحظي بالرعايه الساميه وتتبع تهجرات الملك محمد السادس ولا المغفور له الحسن الثاني اللي كانوا يتابعوه وكانوا يهتموا به في جميع النواحي. كان اخرها هو العنايه المولويه اللي شمل بها سيدنا الله ينصره مولاي طاهر الاصبهاني خلال المرض ديالو. اليوم كمراكشيين وكمغاربه تنفقدوا واحد الركيزه من ركائز الفن المغربي اللي عشنا معها مجموعه من الاغاني تاع جيل جلاله. في هذا النهار هذا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يغفر له ويرحمه ويوسع عليه، لانه كان فعلا واحد الانسان اللي فم بلا عار، انسان اللي كان لا اتصلت به، كان عندي اتصال به في مرضه عن طريق السير ديالو اللي هو احمد الخطيب، واتصلت به وهضرت معه وكان فم بلا عار. كان الشريف ما عمرك تسمع منه شي كلمه لعيب، ما عمرك يقول لك شي حاجه، دائما عنده هذيك السجيه تاع المراكشي الخطر مطلوقه. الشريف الان بعد ان مدينه مراكش خسرت مجموعه من الرواد ديالها بزيد من عبد الجبار الوزير وكذلك شهرامان وكذلك مولاي عبد الله العمراني وكذلك الملك الخالدي، اليوم تنفقدوا واحد الهرم اخر اللي هو هرم كبير، عزاؤنا وعزاء واحد للاسر الكبيره والصغيره ديالو، وعزاء الخالص لجلاله الملك اللي كان توفر له جميع العنايه اللي كان تيصبغها على هذا السيد، لانه تيستاهلها وتيستاهلها بافتخار لانه كان فنان متكامل. شكرا لكم. شكرا. انا الحوار اللي كان دار بيني وبينه هو في مرحله المرض الاولى فاش كان خضع العمليه دخل المصحه، يعني منذ سنوات، وكان الكلام ديالي بيني وبينه ان الشريف دائما كان سميتو كذا. كنا تلاقينا صدفه في واحد الزنيقه مع نسيبو. المهم الشريف دائما ما غاديش يقول لك الا واحد الكلمه، تيقول كل شيء ديال الله وبخير وعلى خير والحمد لله وما خاصو حتى شي حاجه. وكان وطني، شوف نقول لك واحد القضيه هذه يشهد بها القاسي والداني، انه كان يحب هذا البلد، يحب مراكش، يدافع وما كان وطني بما فيه الكلمه، بما فيه من الكلمه من المعنى، يعني وطني الى النخاع. رحم الله الشريف في هذا النهار. كان اب تاني ديالنا صراحه، كان صديق قريب لبابا واخ كنعقل عليه مني كنت صغيره صراحه. واخر مره زرته انا وبابا في الكلينيك كان مسكين مريض، ولكن فرح واحد الفرحه كبيره انني زرته. كان موعدني باش غادي يجي يزورني، كيقول لي غادي نجي نزورك ان شاء الله بنيتي، وفرحان فرح لي عزيز بزاف وغالي، ما شفنا فيه الا كل خير، لا هو ولا الاسره ديالو ولا خالتي فاتحه ولا وليداته، الله يرحمه جنت والجنه. بابا فقد اخ وصديق ورفيق الدرب ديالو، الله يرحمه ويجعل متوال الجنة، وتثبت عند السؤال وتصبر عائلته يا سيد ربي، وتصبرنا كاملين وتصبر الجمهور كامل.